ودعت بغداد شيخ الملحنين الفنان محسن فرحان عن 75 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته سرير المرض في مستشفى الكندي وسط بغداد، بعد أن فشلت دعوات الكثير من الفنانين والإعلاميين العراقيين لتدخل حكومي قبل فوات الأوان. وفرحان الذي ولد في مدينة الكوت عام 47 قبل انتقال أسرته منذ طفولته إلى مدينة كربلاء، صارت خطواته الأولى في حب التعليم، فدرس اللغة الإنجليزية واختص فيها، ودرس الموسيقى التي أحبها منذ صباه، واقتحم عالم التلحين في سبعينيات القرن الماضي، حيث اجتهد كثيرا ليملأ أرشيف الوجدان العراقي بأغاني رائعة لتكون باكورة إبداعه أغنية يا دمع بسب الليل، لتتوالى نجوميته في أجمل الروائع العراقية من غريب الروح لحسين نعمة ويقولون غني بفرح لقحطان العطار وعشرة عمر لفؤاد سالم والبارحة وعيني عيني لسعدون جابر وداعا محسن فرحان ستشتاق لك الذاكرة العراقية. وعيني عيني 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 وعيني عيني 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 ولا تعاشري البثات والمال الدالي ولا تعاشري البثات والمال الدالي يا عيني